مساء الخير عليكم. النهارده هنقدم لكم منتج جديد من طه جيم شوب. احنا دلوقتي معانا كيبورد وماوس من سبايرت اوف جيمر. كيبورد دي بتشتغل على نينتندو سويتش, بلاي ستيشن 4, اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 3 وبي سي, بس احنا هنجربها على بلاي ستيشن 4 بما اغلبيتنا معانا بلاي ستيشن 4. طيب اول حاجه يبقى معانا الماوس. ماوس طبعا فيه ار بي جي. وتاني حاجه معانا وهي الكيبورد. طبعا الكيبورد هنا بتيجي هاف كيبورد وبس, بتيجي ميكانيكال. وبعد كده معانا الكتالوجات. الكيبورد والماوس بيجي مع ماوس باد. الديفايس ده بيكون ليه اب بتحطه على البي سي عادي وتوصل الكيبورد والماوس, وبتقدر ان انت تعمل موديفاي للزراير. طيب دلوقتي هنوصل اول حاجه الماوس في الكيبورد, بعد كده هنوصل الكيبورد نفسها بالكونسول بتاعنا, اخر حاجه هنوصل الكنترولر بالكيبورد. برضو عندك فيه 2 يو اس بي ورا. اولا في الماوس عشان تشغل الار بي جي معانا زرار للار بي جي هنا, ممكن تقدر تتحكم فيه بالالوان اللي انت عايزها. تمام, بالنسبه للكيبورد هندوس على اف ان واسكيب, تقدر برضو تتحكم من خلال الاشكال اللي انت عايزها.